طيب معين يعني في ثلاث مرات وخلاص ولا اقل طيب؟ لا ما اعرفش.
كابتن بسام هيورينا بالجبانة الصغيرة دي عبد العزيز بتاع الهليكوبتر الميني، ميني هليكوبتر تحت شعار الهليكوبتر تضمنا. كابتن بسام بيطير بالطيارة الميني هليكوبتر، بتلاقي نفس الحركات الطيارة تيجي له، وكلما سافر الطيارة صعبت الحركات الخاصة. مرحبا يا كابتن بسام. كابتن طارق يجهز بعد اذنك. كابتن طارق، كابتن طارق يجهز وبعدين كابتن احمد الفطايل الليمبو. كابتن طارق يخش على الارض بعد اذنك. كابتن طارق كابتن محمد علي بعد كابتن احمد الفطايري. كابتن محمد علي بعد كابتن احمد الفطايري. عايزين تعرفونا هنا سنة يا كابتن بسام عشان الناس تشوف التبانة دي. ايه؟ نبي الكيلو دي، دي أحلى مزيكا للطيارة الميني هليكوبتر. الله ينور يا كابتن بسام. اهو اهو بسام على الطيارة. انا هطلع من الشغل، لا انا بكره سهران في الشتاء هيجي الشغل ده الكلية. مش خدت الاسماء ولا حاجه؟ شكرا للكابتن بسام. كابتن طارق جاهز يا كابتن طارق؟ اقلع يا كابتن طارق، هيقلع في المسابقه الثالثه اللي بكره. لا جاي من كابتن طارق والطيارة هليكوبتر. الله الله، معلش نعمل محاولة ثانية يا كابتن طارق ونعلي له المزيكا شوية عشان الطيارة تصحى معاه. الله يا كابتن طارق، برافو يا كابتن طارق. كابتن احمد الفطاير يجهز بعدين وباقي من الزمن 20 دقيقة لانهاء هذه المسابقة. انت بيعدوا كم تعدية؟ معلش يا كابتن طارق، هارد لك. شكرا للكابتن طارق. كابتن احمد الفطايري يعقبه الكابتن محمد علي. ازيك يا باشا؟ عايز اعمل فلايت بره المسابقه. ايه؟ عايز اعمل فلايت بره المسابقه. ادرس بطيارتك ولما الاقي في بريك يعني في واحد يعني. بس يبقى تعالى جنبي. يلا يا كابتن احمد فطايري ورينا الحاجات الجميله الفوق دي. كابتن هشام نجاح مطلوب في المنصه. كابتن هشام نجاح مطلوب في المنصه. Okay.
ياك لا لا معلش انا بالي مش فاهم. لا لا اتفضل اتفضل. لا لا بص لا 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 بس عم خلاص على رقم 50 ده جاب نحله وطلع انت تقول لي عندي شمانه بس ناخد لا خلاص راح بتقول لك ال دي تحديد الكبير لا ان شاء الله ايه خلاص انا برضه مش شكرا يا كابتن احمد المطيري كابتن مصطفى نصر بالفيكسنج وينج هاي وينج هيعمل لنا الليمبو يلا يا كابتن مصطفى محمد علي يا محمد يا علي مستر فيرست سيفتي فيرست كابتن هشام نجاح عمل مجهود كبير قوي لانجاح هذه البطوله يا
كابتن خلاص هيعمل اليوم برو. أبروش من أقصى اليمين للمنصة مع هبوط متمرد عشان نخش بين العرضة. شكرا يا كابتن مصطفى، معلش خرجت معاك حاجة بسيطة بس كانت محاولة ناجحة. أربع دقايق وننهي المسابقة الثالثة ليمبو، أربع دقايق وهننهي هذه المسابقة. من سبعة ليمبو الابروتش. الله عليك يا مصطفى، برافو يا كابتن مصطفى، اول جول يدخله كابتن مصطفى في اليمبو. المقاعد وقف يا جماعه لو سمحت. كابتن مصطفى المحاوله الثانيه ودخل بجون تاني. الله عليك يا درش. الله عليك يا حبيب والدي. ماشي يا درش. وبعد كده يجهز يا جماعة. كابتن اسلام يحضر المنصة لو سمحت، كابتن اسلام جمال، اسلام جمال يحضر المنصة. كابتن اسلام جمال لو سمحت لينا هنا. بيحاول يعدي من بين العرضتين. الله عليك يا باسم، ثانية
فينا يا كابتن باسم على عليه القناة الخيط يا باسم راح خسارة 55 نقطة. محمد علي والليمبو اخر واحد ده عارف مقبول اخر واحد بهاء كابتن بهاء يا كابتن بهاء في حد تاني بعدين اخر لاعب في الليمبو محمد احمد علي نادي الغابه رياض مصر الجديده مستر محمد علي سيفتي فيرست انما عشان خاطر جيل عليه المزيكا قوي وهات له حاجه كده عشان ده محمد علي السيفتي طبعا هذه المناسبه الجميله في نادي الترويه الاسكندريه مجلس إدارة النادي بالإشراف مع السيد الفاضل علاء تربانة وكابتن الطيار اللذيذ باهر طلبر وكابتن العزيز أسامة عجلان مدير نادي الطيران أستاذ محمد عباس سكرتير عام النادي الأب الكبير لنادي الترويه الاسكندريه الباشمهندس محمد يوسف الشرقي تحيه لكل هؤلاء تحيه لكل هؤلاء الذين قاموا بهذا العمل الجميل والان في انتظار اعلان النتائج اديهم مزيكا جامده واللي عايز ينزل يغير فري حتى اعلان النتيجه اللي عايز ينزل يدير يدير اعلان النتيجه شكرا للقائمين على هذا الحدث وشكرا للجمهور الكريم الاسكندراني كان معكم من الاذاعه الدوليه مصطفى جاء الدين محمد عادل والمنظم الكبير كابتن هشام نجاح والراعي الرسمي لهذه البطوله الكابتن علاء تربانة ومحضور السيد اللواء طيار زمزم رئيس مجلس إدارة نادي الطيران المصري. نشكر رسالة الحضور من الجماهير الإسكندرانية وإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط. نشكر كل استاذ الزملاء والاصدقاء وهواه نماذج الطائرات الذين شرفوا نادي طيران اسكندريه وبالنيابه عن نادي طيران اسكندريه بتقدموا بالشكر والتقدير لكل من شارك في هذا الحدث الجميل وفقره حره للجميع اللي عايز يطير ينزل يطير لغايه اعلان النتيجه تقوم لجنه التحكيم الان باعداد النتائج فان فراي الكسندريا سبورتس كلاب تحت شعار مصر تجمعنا من اسكندريه تحضرنا بسم الله الطيران المصري والعديد في جميع عديد محافظات مصر تحية كبيرة لكابتن هشام نجار سيد الطيران الاسكندرية ومزيكا جامدة لهشام و يلعب بالطيران اللي عنده كنترول حتى الطيران اللي عنده كنترول
لك انا اعترض على الشيكه. شجعوا كابتن هشام الفرنسا اللي في الاسكندريه. عرفتك يا ريتش يا مخلص. ايه دي اسكندريه من كارثة الحلوه وشبابها الجميل. لتكريم كل المشاركين في هذا الحدث الجميل. وقد قرر مجلس إدارة نادي الطيران بالإسكندرية تكريم السادة التالي أسمعهم. أستاذ علاء دربانة، دربانة راعي هذه البطولة، نحيي كلنا الكابتن علاء على هذا المجهود ونشكره. ونتمنى مزيد المزيد من هذا. كابتن هشام نجاح منظم البطولة. كابتن هشام نجاح الكابتن مصطفى نصر الذي امتعنا بالهليكوبتر. كابتن مصطفى نصر ابن نصر. كابتن عبد العزيز احمد. كابتن عبد العزيز احمد. كابتن عبد العزيز فين؟ الكابتن بهاء الدين صبري رئيس لجنه الحكام البطوله. الكابتن طارق عبد المنعم امين. كابتن عبد الطارق عبد المنعم امين اللي جانا من مصر مخصوص عشان يشارك اهل اسكندريه في هذه البطوله.
فاكر يا فندم كتير حاجه. الكابتن احمد محمد احمد الصغير، فينك يا صغير؟ انت لسه ما كبرتش يا صغير. كابتن احمد الصغير تعال لنا بسرعه. كابتن بسام عمار الذي امتعنا بالميني هليكوبتر. كابتن بسام شكرا للكباتن الحلوه دي، نشجعهم كلنا كده. كابتن احمد محمد عبد الفتاح الفطيري، كابتن الفطيري رئيس لجنه نماذج بالنادي. كابتن فارس عصام، فارس عصام، كابتن فارس عصام. كابتن عمرو خالد حسن، عمرو خالد حسن نادي الغابه الرياضي مصر الجديده. كابتن محمد علي الحماد، كابتن محمد علي الحماد عضو لجنه التحكيم. كابتن محمد احمد عباس سكرتير عام النادي اللي بذل مجهود لوجيستي رهيب. كابتن هشام اخلاص ابن نادي طيران الاسكندريه الذي امتعنا بالعلم كنترول. الكابتن عماد علاء دربانه، كابتن علاء دربانه اللي عامل مجهود رهيب، انا شايفه رغم ان هو شاب صغير بس عامل مجهود جامد قوي. الانسه بسنت سالم محمد، بسنت سالم محمد من اللجنه المنظمه ما شاء الله، شباب مصر الجميله اهو وفتيات مصر. و25 يناير الانسه داليا يحيى زكي من اللجنه المنظمه. الطيارين يشجعوا الناس دي لان هم دول اللي تعبوا عشانكم. الانسه خلود محمود ابراهيم من اللجنه المنظمه بالنادي. استاذ محمد علي زهران، محمد علي زهران من اللجنه المنظمه. زياد هشام محمد، زياد من اللجنه المنظمه. كابتن حازم اسامه، حازم اسامه من اللجنه المنظمه. الكابتن باهر طوبة الراجل القديم، الجيل بتاعنا القديم اللي كان من الأعضاء المؤسسين لنادي طيران الإسكندرية. الأخ العزيز والصديق القديم قوي واللي عامل مجهود جامد جدا، كابتن أسامة عجلان نادي طيران الإسكندرية. حسام أحمد الشمرلي، كابتن حسام أحمد الشمرلي. طبعا مش هينفع عندي على اسم، بس انا بشكر نادي طيران اسكندريه ان هم افتكروني وبيكرموني بهذا اليوم، ده شرف كبير ليا قوي يا جماعه. طبعا في جنود مجهولين في هذا العمل يا جماعه. يتقدم المهندس محمد يوسف الشاذلي بتكريم سيد اللواء طيار زمزم محمد عبد الجواد زمزم رئيس مجلس نادي الطيران المصري. تحية شكر واعزاز للراجل الاب الكبير كابتن محمد يوسف الشاذلي رئيس مجلس اداره نادي الطيران بالاسكندريه، بيقدمها النادي وابنائه له تقديرا لما يقوم به من مجهود كبير قوي. طبعا الكل منتظر النتيجه. حد رفع ولا ما رفع؟ لسه. طيب يا ريت كلنا بقى نتكلم كده في الوسعيه دي يا جماعه عشان يعني النتيجه
ونبارك للناس كلها على هذا المجهود. يمكن على الكاس على طول؟ الطائرات الفيكسد وينج بدأ بالمركز الأول بسام عمار. بسام عمار المركز الأول. المركز الثاني محمد أحمد علي نادي الغابة بمصر الجديدة. بدأ بالمركز الثالث الكابتن الكبير قوي احمد الفطايري. استنى هنا خلاص انا هسيبه ماشي. طيب الكابتن فاز اللاعب مصطفى نصر ابن مصر بالمركز الاول بالهليكوبتر. وقد تم حجب الجائزة الثانية لأن ما لناش مستوى يرقى إلى المستوى الثاني. فشكرا لكابتن مصطفى نصر، شكرا لنادي الدمام الإسكندرية، شكرا لكافة المسؤولين. وهنختم الكلام ده بكلمة لكابتن أسامة عجلان أبو مجلس إدارة النادي والمدير التنفيذي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا مصطفى. احنا متشكرين جدا على تشريف كلنا، واتمنى التشريف ده يتكرر وان شاء الله الطاقه اللي حصلت المره دي هنتنفعها في المره الجايه. ويسعد نادي طيران الاسكندريه ورئيس مجلس ادارته المهندس محمد الشاذلي تكريم السيد اللواء طيار محمد عبد الجواد زمزم لصداقته واخويته التي دامت على اكثر من 30 عام، وسعدنا ان نقدم له كاس النادي. طبعا متشكرين جدا لكل من ساهم وحضر هذه البطوله، ونتمنى ان هذه البطولات تتكرر دائما. وكان الرائد في هذا المجال نادي طيران الاسكندريه، وان شاء الله هتتابع هذه البطوله وهذه اللقاءات بطولات متجدده ومتكرره باذن الله تحت رعايه مجلس اداره النادي وبدعم كامل من وزاره الطيران ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين وتقع الخير. ونسمع مزيكا كلنا نهني معاها. خلصوا اللي هي والله كنت مع الاعلام الكبير كابتن مصطفى ضياء الدين عضو اللجنه العربيه لنماذج الطيارات، عضو اللجنه العليا لنماذج الطيارات بنادي الطيران المصري. وان شاء الله كل سنه طيبين ونلتقي على خير دائما وباستمرار، مع تحيات اللجنه المنظمه لنماذج الطيارات بالاسكندريه.